السيد النائب بسام فيلي في الحاضر، وبعده السيد النائب عصمت ثم بدوي. حاضر. حاض مش كده مش كده، انا ببدأ باليمين لاني ما فيش حد فيهم اتكلم كثير وجاي للوسط. لا تكرمت، مش كده. شكرا يا ريس. ارجو عملية الهبة دي، لا عملية الهبة دي على فكرة تحصل فقط عندنا، فيش مجلس نيابي بيحصل فيها الهبة كده بالصوت، وافترض انها ما اديتش الكلمة مش نهاية العالم، ما هو دور انعقاد كامل. اتفضل. انا قلت اللي عنده بيان عاجل لازم ارفع الجلسة ثم ابدأ البيانات العاجلة، ده اللي هو الآلية الإجرائية السليمة. اتفضل سيادة النائب. شكرا يا ريس. كل عام ومصر كلها بخير بكل طوائفها بمناسبة شهر رمضان المبارك. انا ليا بس تعقيب يا ريس بخصوص المادة الخامسة، ارجو ان يكون في توضيح يا ريس من المجلس، يكون في مؤتمر صحفي معايا يا ريس بعد اذن حضرتك. ارجو ان يكون في مؤتمر صحفي يوعي الناس البسيطه اللي في الشارع، لان انا شايف فيه لهجه هجوم على النواب في دوائرها، ان انتوا لان القانون اللي احنا وافقنا عليه النهارده يا ريس بيرضي البعض وغير مرضي للبعض الاخر، فاحنا يا ريت يكون في توعيه لكل القوانين اللي بيتم الموافقه عليها في مجلس النواب حتى يتضح للعامه في الشارع ان مجلس النواب بيعمل ايه. ديت حاجه. الحاجه الثانيه يا ريس، يعني ارجو ان يكون في رقابه على الاسعار، لان الناس تعبت قوي في الشارع يا ريس. يا ريت، انا بقترح ان يكون في هيئه او يكون في يعني نحاول احنا كمجلس نواب نعمل حاجه بناء عليه سياده النايب، علشان خاطر برضو في زملائك يرغبوا في الحديث. احنا بنمشي في الشارع يا ريس، يعني يمكن الناس لها مطالب كتيره جدا جدا، بس المطلب الرئيسي ان كل حاجه غلط، ان كل حاجه في الشارع زادت، ان الناس او التجار اللي هم بيبيعوا او اللي بيتاجروا في الشارع بيتاجروا في قوت الناس او في قوت الغلابه بدون رقابه وبدون توعيه وبدون اي يعني ادوات رقابيه عليهم. فانا بقترح يا ريس ان يكون في حاجه، نحاول انشاء هيئه او حاجه تكون بعيدا عن التموين خالص لضبط الاسعار في الشارع. شكرا يا ريس. شكرا.